نحن نتحدث باسم الضمير العربي الذي هددت قطر بنظامها الحالي أمنه واستقراره وسلامته، حيث امتدت أذرعها لكي تضرب كافة أطياف الشعوب ولم تكتفي بجيرانها من دول الخليج. لذلك فنحن نتحدث باسم الضمير العربي الذي يجب أن يصحى وجدانه كي يضع حدا لهذا التطرف وهذا التمدد وهذه السلوكيات والممارسات الغير مسؤولة. طيب، أنتم تتحدثون في تغريداتكم عن حالة استياء لدى الأسرة أو بعض أفراد الأسرة الحاكمة في قطر من السياسة التي ينتهجها أمير قطر. ما مدى هذا الاستياء؟ إلى أي حد وصل هذا الاستياء سواء لدى أفراد في الأسرة الحاكمة أو لدى أفراد الشعب القطري بشكل عام؟ بعد سنة 1972، بعد أن تم الانقلاب على الحاكم الشرعي الشيخ أحمد بن علي الثاني من قبل الشيخ خليفة بن حمد، تلاه انقلاب آخر عام 95 من قبل نجله حمد، كما هو معلوم للكافة. عندما قدم حمد قدم بسياسة لم يتعهدها المنطقة، وهي سياسة سايسك بيكو برك بسوك. وهذه السياسة سكت عنها الكثيرون، ولكن كما يقول الشاعر: ولو كان سهم واحد لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث. نعم. فعلي طفح الكي، وكان لزاما أن يكون هناك صوت من ضمن هذه الأسرة كي يعبر عن وجدان وضمير الشارع ونبضه.